صالة اشتغل بنادي ليلي جوا عزلونه، انا مره صاحبه عوائل وما عندي معي، وين نروح؟ المن الناشط؟ اذا نحكي ويا امر فوج يقول يطردنا، نحكي ويا ضابط يطردنا، وين نروح؟ فما عندنا احد، ها راح نقعد احنا بالشارع، نريد حل لهذا الموضوع. احنا اصحاب عوائل، ايش تردون؟ احنا لا ارهابيه ولا ناس دواعش ولا نفجر ولا ابد، احنا ناس نريد نعيش. وعزلونا، وين نروح؟ الناشد منو؟ نريد حقنا، نريد من رئاسة الوزراء، نريد من الإعلام، نريد من الدنيا، شوف لنا حل.